يمكن انت اليوم موجود على خاطر رشدي بالجسمي جي في العهد اللي فيه مواقع التواصل الاجتماعي بالضبط، وما كانش هذا يتشاف قبل، ما كناش نشوفوا راقصين رجال بالضبط، ما قبلوش التونسي. والله هي الحاجه البيزار كو ما يقبلهاش، مثلا معناها كي تقرا لي كومونتير تقرا معناها الوحده الكل تلقاه بالحق رافضها، رفض تام على الاخر، مي تلقاه باعث لك ميساج ولا في الدنيا يصفق لك ومرحبا ومحليك ولا مصلي على النبي عليك، ما تجي تلقاه بالحق من ان كومونتير يحطوا لك نتاع واو، ما وساعات تلقى ميساج بريفي تقصد كيف كيف بعث لك محلاك وعمال يجيني العرسي نفهم منك معناها اشرف العبيد قابلينك في الشارع في الواقع يعني في الدنيا يحكيوا معاك يرحبوا بيك فرحانين بيك، لكن في لي ميساج في لي ريزو سوسيو يسبوك ويقولوا لك كلام مش اكزاكتومون اكزاكتومون، هذا اللي عمل لي مشكله كبيره مع عائلتي، هذا اللي ما 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 بار اكزومبل امي معناها مش موجوده بحذايا لهنا، امي في مصر كل يوم تليفونات كل يوم ميساجات، يا اشرف ايش يصير لك يا اشرف الباك على روحك، نصور بعض الفيديو راهي زاد خافت عليك دوبلومون. وهي ديجا قبل ما ندخل تاول الاستوديو قالت لي عايش ولدي ناحي البلالط وناحي لاخواتهم، قلت لها ما راهو فما اشرف الارتيست اشرف الدانسور وراهو فما زاد اشرف اللي عايش حياته الشخصيه معناها العادي نورمال، دوكو توا معناها حاضرين زوز اشرفات. يعني انا نفهم منك توا انت اشرف مش اشرف اللي تعيش مع عائلتك ومع اصحابك، انت اشرف الارتيست قدامي، اللوك اللي الرفيق قدامي ماهوش لوك اشرف في حياتك العاديه، ما تلبسش هاك. لا لا مازلنا مواصلين معك. هذا هو اللي العباد مش معناها بحق مش فهمته، فما فرق ما بين الخدمه وفما فرق ما بين حياتك الشخصيه.